مرحبا مرة أخرى بمشاهدي لودي جي تي في ومستمعي لودي جي راديو. اليوم غنتلاقاو باش في ليميسيون ديال الفار باش نهضروا على الماتش ديال المغرب مع مصر كارت فينال ديال لا كوب دافريك دي ناسيون. معايا اليوم في البلاطو سي عبد الجليل حجي اللي كلشي الان تيعرفوا، والضيف الجديد سي يوسف القناوي لاعب سابق جمعية السلوية ولعب في الرجاء ولعب في الفتح واخيرا لعب في حسنية اكادير. مرحبا بك سي يوسف. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. فين هاد الغيبة ديالك سي يوسف بعدا؟ من بعد لابليسيون شحال هادي ما شفناك. كانت واحد لابليسيون هي اللي غيبتني شوية. من بعد فكروا شوفوا واش كملوا ولا نسالي الله اعلم. ولكن عندك شي بروجي؟ لا عندي بيان سور عندي لي بروجي، غير هو زعما علم الكره ما مرا من بعد عليه. كتسالي كاري ديال كلاعب راه ضروري غادي دوز التدريب. لا بدا من التدريب، لا التدريب شوف اش بغيتي، واش تخدم مع وليدات صغار ولا في النيفو بروفيسيونيل سا ديبون. ولكن خصك زعما باغي ديبلوم في المغرب ولا خديت الدبلوم تي ودابا ان شاء الله قريب ندوز ديبلوم سي، كملوا بعدا لي ديبلوم اللي دايره لاكاف هنا في المغرب. وضروري ضروري الشيء ضروري، ما خصكش تبقى غير في هذا الشيء. بالتوفيق يوسف ان شاء الله، نشوفك مدرب كبير ان شاء الله. وعلاش لا؟ مشاهدي الكرام غادي نمشيو دابا للموضوع قبل ما نهضروا على المغرب مع مصر اللي هي مقابله صعيبه وصعيبه بزاف. ياك عبد الجليل كلاسيكو افريقيا كما تقول، كلاسيكو افريقيا ذو تاريخ ومباراه صعبه اكيد انها تكون صعبه، وان شاء الله غادي نتكلموا بالتفصيل ان شاء الله انتصار والفوز ان شاء الله للفريق الوطني. واخا ما فيها بس نرجعوا لي دو ماتش اللي دازوا ديال الكارد فينال، كاميرون غومبي وبوركينا فاسو تونيزي. يوسف كي جاوك الماتشات بجوج؟ هضر على الكاميرون ولا غومبي، ف تما الواقع هو اللي حكم، يعني اصحاب الارض كانوا في الفورمه، ربحوا ما لقاوش مشاكل، بوسيبل انهم تعطلوا في تسجيل الهدف الاول، لكن كما قلت كان منتخب قوي، دار فرص كثيره، وصل المرمى بزاف. عندهم مهاجمين اللي كيصنعوا الفريق حاليا، راه كابيتان ديالهم والهداف ديال لاكوب دافريك. كنظن ان التاهل ديالهم امر واقعي. بالنسبه لتونس مع بوركينا فاسو تونس من البدايه ديال الكاس كان فريق متذبذب، يعني تاهل بصعوبه حتى ضد نيجيريا. كنظن ان هذيك ليماج اللي لعبوا بها وديك حيت كانوا تاكتيكمو مزيان، كانوا واقفين، كانوا كيحترموا التكتيك ديال المدرب بانت في الماتش. يعني نيجيريا ما لقاوش الحلول، سهلت على المأمورين انهم تاهلوا. ضد بوركينا فاسو تقلبت الايه، هذيك العقليه اللي لعبات بها تونس ضد نيجيريا لعبات بها بوركينا فاسو ضد تونس، سيرتو من تطرد لهم اللعب، يعني بقاو تاكتيك واقفين، تونس ما وصلوش كاع تقريبا، يعني ما داروش شي حاجه. اللي عبد الجليل كي جات الفريق الغامبي اللي قدم مستوى عالي في هذا كاس افريقيا، وكان حتى هو مفاجاه ديال الكاس افريقيا لانه اول مره كيشارك في تاريخيا في كاس افريقيا. اصطدم دابا بفريق قوي اللي هو الكاميرون، واللي مرشح كبير باش الفوز بهذا الكاس، اللي عنده عناصر قويه جدا، ومباراه على مباراه كيبين بلي عنده حتى بون توش مزيان. الفريق الغامبي عرف القيمه ديال الكاميرون لانه اول مره كيركر للدفاع وكان باغي يدير دي كونتر، ولكن الكاميرون كانت قوى منه، كانت نتيجه يعني منطقيه. فريق تونس كما قال زميلي بالقناوي انه تونس كانت محظوظه ضد نيجيريا، يعني خطفوا داك الفوز، وهذيك هي الطريقه ديال لي تونيزيان، لي زون بيان ديفوندو، وكانوا تيديروا دي كونتر. مع الاسف نيجيريا كانت على الاقل تحتاط من لاعب واحد اللي هو المساكني، هذاك لاعب كبير، وهو اللي جاب داك الفوز. كيف ما قال الاخ كذلك بالنسبه لبوركينا فاسو، يعني عارفين الكارد فينال سي كما تنقولوا دائما خروج المغرب، سي دي ماتش لعبوهم احتياط، حيت كانوا وقعوا في الماتش اللي قبل منه
ضد الغابون كانوا يقدروا يسجلوا هدفين او ثلاثه ويساليوا المباراه بسهوله، فاذا بهم تيوليو في التعادل دخلوا لي بينالتي، سي البينالتي عرفتي سي 50 50. فاستفدوا من داك الدرس، داروا كانوا تيرجعوا للدفاع شويه وكيديروا دي كونتر اتاك كي سون تري دونجوز ديال البوركينا فاسو. البوركينا فاسو في لي دون عندهم واحد الترانزيسيون سريعه وكيديروا لي زوكازيون بزاف، وكنظن انهم يستاهلوا التاهل، واخا كان القيل والقال على ضرب الجزاء على ضرب الجزاء تنظن انه حرم الفريق التونسي من منها. يعني راه كان تم رغم ان الفار اللي كان فيه جيد نادى على الحكام وجا شاف، ولكن القرار تيبقى دائما الحكم اللي سميتو. كاين لو بوت لي ماركاو نيت بوركينا فاسو حتى هو كانت واحد لمسه يد، والقانون معروف انه الا لمساتك في يدك تيتحيد داك لونفولونتير، خاصه لاطاكون الا استفد منها ومارك هذاك اللي كتقيسها، وكيما ما انه قاصو مشى ماركا واحد اخر كنقدروا ندوزوا. لا سمحتي لي باش نهضر واحد النقطه بالذات هي القضيه ديال الفار. انا بزاف الناس ما عارفينش هاد القضيه اللي تيقول لك ان حكم الفار خصو يفرض على الحكم ديال الوسط البينالتي، هذه ما كايناش. حكم الفار تينبه الحكم ديال الوسط ان حكم الوسط تيكون عنده لا ديسيزيون فينا. انا جيت قال لي راه كاين بينالتي على الخزري وكاينه كارطون روج، كيبقى الاختيار ديال الحكم ديال الوسط. الحكم كان قال لهم ما فيها حتى شي حاجه، خرجوا شي ناس من دوله تونس الشقيقه لان عيبوا على حكم جيد. حكم جيد دار خدمته، كيبقى المشكله ديال الحكم ديال الوسط. ولكن على العموم فريق بوركينا فاسو يستحق باش يدوز المرور الى نصف النهائي اللي عنده فريق تونس. ما كانوش في المستوى، ما عاودوش الماتش اللي داروا مع نيجيريا، يكفيهم انهم وصلوا للكارت فينا تنظل. يكفيهم رجعوا للمغرب مع مصر. سي يوسف كيف كتشوف المقابله اليوم؟ المقابله ما سهلاش، لان احنا لاعبين مع منتخب اكثر تتويج في افريقيا. احنا كنعرفوا احنا لعبنا كره كما سعد الجليل غادي يزيد اكد ليا، بعد خطرات مشات تلعب ضد شي فرقه اللي تشدها بزاف، واخا تكون عندها الفرقه ضعيفه، وانما السميه ديال الفرقه كتلعب، تقل ديال السميه ديال الفرقه كتلعب. هنا تقل ديال المنتخب المصري حاضر، كنظن انا بالتقل ديالنا باش ربحوا الكوت ديفوار. الكوت ديفوار مع العلم ان الكوت ديفوار وصلوا بزاف كانوا قراب انهم هما يسجلوا يدوزوا. هنا حنا لاعبين ضد منتخب اللي هو تاريخي، هذه خصنا نعترفوا بها. حنا المشكله الوحيده اللي عندنا وانا اللي خايف منها هي ليفيكاسيتي قدام الشباب ديال لي زافونس. غادي نوصلوا واش غادي نستغلوا ديك الفرص ونسهلوا الماموريه علينا ولا لا؟ حاجه ثانيه، عندهم واحد لاعب لي اكسبسيونيل بالنسبه لي حاليا، احسن لعاب في العالم حاليا محمد صالح، كيدير شي حوايج اللي هما اكسبسيونيل، احسن لعاب وقال داز التاريخ. يمكن يدير لا ديفيرونس بوحدو، يدير لا ديفيرونس لان عنده الامكانيات، وداكشي راه كنشوفوه ديما في الدوري الانجليزي. خصنا نعطيو من هاد اللعاب، نعطيو من يعني ماشي التركيز ديالنا كامل عليه، لان راه عندهم 10 لعاب حتى لعاب اخرين في الغارديان. كنتمنى ان المغاربه يستغلوا الفرص لانهم غادي يجيونا ان شاء الله. سعد جليل نسبة كيف ما قلت قبل قليل انه قمه، كبيره. غنتكلم على الفريق المصري اولا، عاد نتكلم على الفريق المغربي. الفريق المصري مع غيروش ماشي هو الفريق المصري ديال شحال هادي، هذا كيركن الدفاع بزاف. علاش؟ حيت عنده كيف ما قال صلاح انه يعني لاعب عالمي، دونك تيرجعوا له بلوك شويه با باش كيخليو دي زيسباس لي كونتر، حيت هو خصو لي زيسباس في نيجيري. تنظن انه المدرب ديالنا غادي يكون دارس هذه المسائل وداير واحد التكتيك خاص. لا ديكلارا بعدا قال اكيد مع المنتخب المغربي كنشوفوا انه باللي قوى شيء ما على الفريق المصري، كنخلقوا دي زوكازيون دائما انه يعني تمشيو لاتاك يلفو فيغ اتونسيون لذاك لي كونتر، حيت الا مشيتي هجمتي وخليتي دي زيسباس يعني ديغيغ سيرتو مع صلاح، سيرتو عندهم ان اتاك كونتريغ، حيت دي جون ديال لا فيتاس خصهم دي زيسباس في نيجيريو. ولكن انا متفائل وكيبان لي بلي الفريق الوطني المغربي ماشي حيت مغربي انه زايد شويه على الفريق المصري، ونقدر نحدد النسبه ديال 55% ان شاء الله الفوز للمغرب مقابل 45 لمصر. مصر التشكيله شتو غير دار الحدادي، كاين الحدادي وبرقوق، هادو هما اللي دخلوا جداد. الحدادي وبرقوق بلاصه نصيري وكعبي. لا يخفى على الجميع حاليا نقطة القوة ديالنا وحكيمي، زيد عليه بوفال. حكيمي لعاب اكسبسيونيل، قيمة ديال صالح لا ما انتم صالح، حنا عندنا حكيمي كيدير الفرق، لاعب كيدير الفرق.
كان رانا هو من دخل مرابط مع برقوق باش يحاول يغطي على الجهه اليمنى ديال الحكيمي اللي تطلع فوالا كما قلنا كما قال سعد جليل تخاف من لي كونتر من لي كونتر صالح كيعرف يجري ورا الظهر ديال صالح خطير بزاف من تيجري سون بالون افيك بالون قد كاين تيكون شويه ديال الروتار يعني سون بالون تيعرف يجري ورا الظهر ديال لي ديفونسور كنظن انا دخل برقوق مع مرابط على ديت هذه الحاله هذه باش نستغلوا حكيمي املاح حتى هو غادي يسد علاش انا ملاح كان شي لي ماتش اللي قبل ما كانش يلعب مع لوزه وما بجوجهم اوفونسيف اكثر من ديفونسيف كان تيلقى مشاكل انه كيرجع بزاف كنا مع برقوق ومرابط غادي يسهل ماموريش على ملاح انه يستغل الامكانيات ديالو ولكن انت كتشوف حدادي افون سونتر شكون اللي غيلعب افون سونتر هذا القبال انا ما متفائلش بالدخول ديال حدادي ما نكذبش عليك لحد الان باقي ما بليش انه يقدر يدير شي اضافه يعني كان بول خلال شويه مزيان في مجموعات علاش كان يستغلوا في هذه اللحظه ماي وقع لحش الله رجع من لا بليسور مبغاش يغامر فيه ما بقى متحفظ على هذه القضيه ديال حدادي شنو كتشوف افون سونتر عبد الجليل؟ لا كاين سيري نورمالمون افون سونتر يمكن الحدادي مدير الحدادي يلعب اغوش يلعب بوتيت خضر واحد شويه و ميم طون كيوقف حدا داك لاريير ديالهم حيت هادي دارها حتى الكعبي وكيمكن يدخلوا شويه لاكس باش كيخلي لي زيسباس للحكيمي فين يدوز حدادي كيما تنقولوا تيعلم الجميع انه ما كيلعبش بزاف في ليكيب ديالو ما كيلعبش نهائيا وما لعبش حتى دابا بزاف يمكن نلعبوا على ود لا فريشور حيت اليوم راه واحد العامل مهم اللي هو اللي لعبوا 16 هو كاين الحراره والرطوبه غادي يكون لو ريتم شويه بطيء غادي نبداو ناتاكيو مره يعني رابيدمون يعني الريتم يبدا يطلع ويهبط هادي نورمال في لافريك سورتو مع الربعه ديال العشيه هو اللي كيتمرن معهم عارف اللعابه ديالو بوندون يعني لا سيمين كامله الاختيار ديالو راه ما جاش غير هكذا كنظن مي الراي ديالنا كيف ما قال الزبيل ديالي انه الحدادي ما لعبش بزاف كيما قال كاين بوخلال اللي قدم مستوى كبير كاين ماي تنظن انه غادي يجي غيكونوا تغييرات حيت عندك خمسه ديال التغييرات وعندك 90 دقيقه نقدروا نوصلوا حتى 120 دقيقه والحراره دونك خصك تعرف كاين تعامل الا المدرب هو اللي عارف هذه المسائل هذا دخل الحدادي انا جاتني غريبه ولكن نتمنوا الخير للجميع حيت المشكل هو ان يوسف ولا انت درتي على هذاك النهار ما عندناش افيكاسيتي دوفون لي بوت وما بالنصر والكعبي ما عندناش افيكاسيتي دابا ما تنشوفش انا شكون بون سونتر يمكن له يكون حدا ما عرفتش واش لاحظتوها حكيمي ديما تيقلب على واحد اللاعب اللي يتفاهم معاه واحد اللاعب اللي شاك فوا كتكون كره عند حكيمي كيعطيه الحل شنو في الانتر ميلان حيت حنا ما خصناش نشوفوا حكيمي غادي غير بالو كيبقى يجري لا كيضيع الانرجي خصنا واحد اللاعب اللي لا شي يتكا فهمتي تعطاه البالو باش حكيمي كيدير لي زابيل دو حيت حكيمي الا دار ابيل دو بال راه جو بونس صالح هو قليل اللي يقدر يجري مع لا فيتاس حتى حكيمي راه زيد على صالح في لا فيتاس مع ماي نهار دخل الماتش الاخر ساسوفو ان لعب تكنيك مو مزيان شي خصنا شي لعب تكنيك مو اللي مزيان تيعرف يشد البالون وما كضيعش ليه ويعرف يلعب بظهره ويعرف يدور كتعطى البالون ويعرف يدور باش يسهل على الماموريه على حكيمي انه شاب فوا حكيمي يطلع خصنا نستغلو ما خصش حكيمي يطلع وما ياخذش البالون في نظرك شكون هو هذا اللاعب هذا في نظرك كما قلت لك انا بولخلال ما عرفتش انا ما بغيتش نعيب على لوشوا كما قال سعد جليل المدرب ادرى لانه كيترينيو معاه انا بولخلال وماي حيت وقيلا كما قلت بسبب لا بليسير باش يغامر به بورخلال لعب كان مزيان تكنيك مدري مزيان وصحيح الناس نظن بورخلال غادي نستافدو منه في هذاك الكوتي لان ما كيلعبش هو على لاين خصنا شي لاعب يلعب شنو خصك تيدخل الوسط ياخذ البالون ويعطي الحلول سواء يعمل ميلو تيران سواء يعطي الحكيم المهم الحكيم شاك فوا خصو يطلع خصو ياخذ البالون ما خصوش يطلع خاوي ضروري نماركيو في الاول ماشي ساهل باش سجلتي ولا سجلتي في الاول بالنسبه لهاد يعني بالنسبه للكارت فينال تيكون كما تنقولوا خروج المغلوب حيت ما عندكش اي نوتر شونس عندك 90 دقيقه او 120 دقيقه فالا سجلتي في هاد لي كارت فينال كتعتبر واحد 80% انك تاهلتي ولكن ماشي ساهل باش تسجل ضد مصر لانهم تيرجعوا عندهم داك لي عندهم ان ديفونس اساسي عندهم سبعه تيبقاو فيكس تقريبا وعندهم خدامين داك ثلاثة وداك ثلاثة جوج منهم حتى هما كيرجعوا للميليو تيران كيقولوا بحال دايرين 4 5 1 يعني صعيب باش يخليوها صلاح بوحدو لكن حنا بخلال هاد ربعه المباريات كلهم اللي سميتو ناكري بزاف ديال لي شونس بارفوا علاش كنغاطيو دي شونس بارفوا لا كاليتي ديال كما تنقول دائما ديال التيران او لا كاليتي ديال الجوار بالنسبه لنصيري حنا عارفينو في الرجلين شويه راه ولكن في لي جو تيت لي بالاريتي لي سونتر الحكيمي لي فوغ راك شفنا الهدف اللي جا ما خصناش
نتكلموا بزاف على النصيري حيت كيف ما قلنا دائما كان جالس شهرين عاد جا عاد جا وكان بليسي ولكن راه تحسن في هذه المباراه الاخيره حتى هو كان مزيان هي سجل لينا ويضيع شحال شحال ديال الانتصار تنظن او كاين فرق كبير فرق قليل شويه بسيط ما بين المغرب ومصر حنا شويه متفوقين عليهم تقنيا تقريبا احسن منهم هي الاكسبيريونس هما عندهم اكثر منا الاكسبيريونس مي بدنيا حتى حنا جاهزين ليهم وعندنا لو كوليكتيف ديالنا حنا هاد القوه ديالنا هي المجموعه دابا راه حتى هما القوه ديالهم هي المجموعه ولكن ملي كتكون مجموعه مع مجموعه سي ديفيسيل باش تلقى دي زوكازيون كيف ما قلتي وتسجل الاهداف نعم يوسف قال واحد الكلمه اللي مهمه بزاف المنتخب الوطني في ضربات الماتشات اللي لعب بدنيا كان حاضر يعني كيقرب يسالي الماتش وباقي كيوصلوا الشبكه بدنيا مزيان هذه نقطه تحسب للمعد البدني انه كان اعداد مزيان تنظن حتى لفات انهم مشاو قبل الفرق الاخرين باش يتادابطوا مع ادابطوا مع ودعنا من منتخب جزائري بدنيا كانوا ناقصين نعم دوزوا في قطر جالسين في وطن مزيان كانت مزيانين المغرب كانوا واقعيين مزيان و غياب الشناوي حارس فالحارس اللي عوض الشناوي تاهو في مستوى حارس ديال الزمالك مستوى كبير وكاين تغيير كذلك في وسط الميدان حتى اللي دخلوا في وسط الميدان تاهو يعني ما كاينش بالنسبه لقوه مصر هي ليكيب اللي لعبات كونتر كود يعني كوت ديفوار غياب كما قلتي الشناوي كاين الحارس ديال الزمالك تاهو في المستوى ولا هو اللي جاب لهم التاهل هو اللي جاب التاهل داك التصدي ديال ضربه الجزاء تنظن حنا اللي عندنا داك التغيير برقوق ما لعبش بزاف الحدادي ما لعبش بزاف نتمنى يكونوا فيزيكمون مزيان ونتمنوا ان شاء الله نتفائلوا خير في هذا الشوط الاول والحظ يعني سعيد ان شاء الله للفريق الوطني على العين نشوفوا الماتش نشوفوا البريمير ميتا ونرجعوا لكم اعزائي من الدار الكريم الله يسهل الامور عودة المشاهدين الأعزاء بعد ما شفنا ميطة الأولى صراحة أنا خايف وخايف بزاف من هذا الماتش هذا لأن الناس هذو من الدقيقة 5 اللي ماركينا ذاك الإصابة دي على البيلانتي وهم هاجمين وصراحة ما عرفت غادي يدوز الدوزيام ميطة علينا وصافي أولا سعد جليل كيف ما قلتي من بعد تسجيل الهدف و لوكازيون اللي دائما الحكيمي أونكور إلفا اللي كنشكروه من هذا المنبر السوفور تبارك الله وتا ضرب الجزاء اللي الطريقة باش ضرب بوفال واللي أنا اللي عندي واحد الملاحظة على الحكم لأنه كانت ضرب الجزاء قدامه وكان يصفر لها ما يحتاجوش يصفر لها بلا ما يحتاج للفار وعادي إذا كانت شي حاجة راه يعيط ليه الفار ماشي ما أنك تتشوفها قدامك ودرتي صفرتي يعني 5 متر سيكوند عادي يعيطوك صحاب الفار أنا بقيت هذا اللي الشك اللي عندي أنا هو مع هذا الحكم هذا انه من بعد لا بوزيسيون دو بال كانت شويه ديال مصر حيت تمنيش الاحصائيات عندهم هما 56 وحنا 44 ماشي بزاف حيت نورمالمون ولا بدا غادي يخرجوا غادي ولكن واحد الوقت بجزيره كانوا 61 وحنا 39 ويمكن بقات هذا جينيرال انا شفت لي ستاتيستيك ديال الشوط الاول 56-44 بالنسبه للكارد فينال وماركيتي اليوم ولا بدا ما غادي يخرجوا وغادي يهاجموا وغادي اتاكيو بواحد العدد ماشي بحال في الاول عدد كبير من اللاعبين فهذيك مساله نورمال ما كاينش شي كانوا دوز اوكازيون اللي جاوا عند بونو اللي تا هو تصدى لجوج ديال القذافات الفريق المصري فعلى العموم انا ما متخوفش الحمد لله الفريق المغربي واقف مزيان ولكن ماذا بينا انه ان شاء الله نسجلوا شي هدف ونقوموا بواحد التغيير لانه ما ظهرش بحال اللي تكلمنا على مونير الحدادي اللي ما شفناهش بزاف وبوفال تا هو من بعد تسجيل الهدف كان رجع لذاك بوفال القديم ما كرهناش بوفال ديال هاد الماتشات اللي دازو يكون سيوس كما قال سعد جليل ف كنظن بيسكو الهدف جا بكري عادي جدا ان نطرجو شي جول ورا تكون يعني بحال مصريين الله غادي يفيقوا الا ويلعبوا كوري بالنسبه لي كيشدوا كوره بوغيان دوز اوكازيون لي جاو سي سون دو تير ماشي شي اوكازيون لي ملعوبه ولا وصلات ولا حتى لي بالاريتي ديالهم جاهم بزاف ديال لي بالاريتي ما استافدوش منهم الحمد لله الدراري سون كوستو في لا ديفونس لا ديفونس تاكتيكمون راه مزيان تاكتيكمون ديفونسيفمون حنا راه مزيان في لوفونسيف باقي حتى ليطا ديال التيران ما كتعاونش بيسكو بلي تيران ناشف
لا كناش خصني نلعب على لي طادي التيران يعني ماشي تشكو راه بزاف في رجليه كما قال سي بوفال داكش غادي ندير الدريبل هذا هو الفرق الكليما تروبيكال دائما تيكون في الليل كتزاد الرطوبه داكشي علاش كيكون لو غازون غليسون في الليل مي دابا كما قال الحراره مرتفعه ولي طاد التيران هو هذا علينا وعليهم وتميز ديال اللاعب ماسينا اللي قايم بمباراه جيده ولكن شفنا بان سور لو بلان اوفنسيف يعني حتى لي كونتر اللي كنا كنشوفوا يعني كنباغي نشوفوا المغاربه يديروا دي كونتر افيكاس وداكشي تيوصلوا حتى لداك 20 25 متر وداكشي هذا وكيعطيوهم الكره للمصريين وعاود يرجعوا عاود هذاك الشيء اللي قلنا انا خصني نلعب على ليطا ديال التيران ما خصنيش نشد الكره بزاف رجلي الكره خصها تلعب دغيا خصها تمشي الكره ما خصهاش توقف خصها تمشي لو وقفات راه كما وقعت الحجازي دابا فاش تبياسو غادي تشونجا غالي ما غادي تشونجا حيت بقى غادي بالوبيا الكره كتبقى توحل في الكازو هذا ما كتمشيش معاك الكره خصها تمشي ما خصهاش توقف واش دار لك في الدخول ديال الحدادي واش عطى شي حاجه ولا فالحدادي اوفنسيفمون ما شفناش حيت سجلنا بكري والفريق المصري هو اللي ولا واخد الكره ولا انه مفروض عليه انه يدافع اكثر ما يهاجم تنظن هذاك الشيء علاش ما شفناهش بزاف واظن انه خصو يقوم بواحد التغيير وسي املاح اللي تا هو خدا الكارطون جون تا هو خصو يختار مرقوق لا املاح جو كرو املاح املاح هو مول الكارط جون المهم اللي خدا الكارطون جون خصو يحتاط حيت صعيب انه تكمل يعني لا قدر الله انه ناخذ دوزيام كارطون ولا تلعب 10 اللعابه هذا هو السيناريو اللي ما خصناش اللي خصنا نتجنبوه وتنظن انه غايدير لاناليز ديالو لونترينور فهاد لاميتون وغادي يقوم بشي تغييرات هي على تاكتيكمون يا يغير شي لاعب من الاحسن انه يقوم بالتغيير ديال الحدادي شكون كتشوف يدخل دابا سي يوسف هذا التغيير اللي ذكر عبد الجليل غالبا التغيير هو اللي غادي يكون الاولاني هو ديال الحدادي هذا واحد النسبه كبيره كنظن سواء بوخلاف انا كنظن ماي ولا غادي والاقرب انه يدخل حيت ماي بين بعدا بداك الماتشات اللي حيت خصنا لعاب كيدير لا ديفيرون باش البينالتي راه مجهود بدني مجهود فردي انديفيديوال ديال اللاعب واحد جا بها من بعيد درنا فرق جبنا بينالتي واحد وخطا فادح ديال المدافع اللي ما خصوش يتصرف داك التصرف هكذا ونورمالمون الى واحد الكارطون جون اللي ما عطاهليش 13 كارطون جون 3 فوت دافيه دابا الخطا الثالث يعني ما كتشوفش شكون عبد الجليل كتشوف بلاصه حدادي اكيد غادي يدخل ماي حيت ماي نورمالمون كون ما كانش لا بليسور ديالو انه ظهر مستوى عالي في الاقصائيات واتضح انه لاعب كبير وتنظن ما غاديش يتعطل واحد مرور واحد ربع ساعه في الشوط الثاني غادي يكون واحد التغيير ان شاء الله الا سجلنا هدف ثاني في هذه ربع ساعه الاولى غادي يسهل لنا نتمنى حتى الطراوه البدنيه ديال الفرق بجوج غادي تبان في الدوزيام ميطون من بعد الدقيقه 60 هنا متفائل المنتخب المغربي انه غادي يكون طراوه بدنيه ديال الفريق فيزيكمون حنا مزيانين حتى مصر دابا قامت مجهود كبير باش يحاولوا يسجلوا يعني زوريس كيف هاد ربعه ديال العشيه كما كنقولوا الحراره مرتفعه تنظن انه غادي يكون الفرق كبير في الدوزيام ميطون حيت الفريق الوطني في المباريات كلها ظهر على اللياقه البدنيه ديالو كانت عاليه وعاليه جدا فمتخوفينش حنا من اللياقه البدنيه ما تشوفوش ان برقوق ما انا ما بان ليش برقوق في هذا الشوط الاول نهائيا التراجع ديال المنتخب الوراء راه ما خلاكش حتى شي لاعب حاليا غير لا ديفونس غير لا ديفونس لان تراجعنا فهمتيني برقوق داير لو رول ديفونسيف اكثر من لوفونسيف داكشي عادي ان اللاعبين الاخرين يبغيو حتى حدادي نعذروا لان البلوك رجع خدام سون بالون خدام سون بالون ولكن كما ذكرتي على بالنسبه للبرقوق قايم بمقابله جيده ولكن سون بالون كما قال ما يمكنلكش يبان لك شي حوايج حيت انا بالي وسط الميدان منظم يعني بزاف هو يعني عليه الدرك كامل لا هو ولا لا ديفونس نتمنى انه بوفال يقصد ويلعب لو جو ديريكت وكوريكت حيت هو اللي يقدر يدير لنا الفارق ان شاء الله في الدوزيام ميطون ان شاء الله على عين نتسناو الدوزيام ميطون وكنتمناو الفريق المغربي يزيد شي هدف ولا جوج وان شاء الله ندوزو للدومي فينال ولو ان الدومي فينال غتكون شويه قاصحه الى تزنا ولعبنا مع الكاميرون انا متفائل انا هذا الماتش هو اصعب ماتش اصعب ماتش هو ديال مصر انا هو اصعب ماتش كاميرون متفائل انا نقدر نربحوا واخا بلادهم واخا قدام جمهورهم مع الجليل
نركز على الشوط الثاني انا مازال ما نتكلم على الكاميرون خصنا نتكلم على الشوط الثاني ونتمنى الخير ان شاء الله كيف ما دائما كنتمناو ليه وان هذه المجموعه تستاهل ان شاء الله الفوز والمرور للنصف النهائي ويمشي بعيد ان شاء الله في سميتو ماشي غير هذا كوب دافريك لسنوات واحده اخرى حتى لنا جينيراسيون دي جون وان شاء الله كنتفائلين بانه ما يكون عندهم واحد المستقبل كبير في خاصه مع الفريق الوطني ولكن خصنا نديو لا كوب دافريك انا بالنسبه لي في هاد كومبيتيسيون بحال هكذا كبار اللي كيوصل للدومي فينال الرابعه اللي كيوصل للدومي فينال تيتسمى انجاز انجاز ولكن ملي كدي لا كوب دافريك راه سي انجاز كبير محتاجين ليه ما نديروش لا بريسيون عليهم لا ما كنديروش لا بريسيون انما حنا كمواطنين كمغاربه تنبغيو ولادنا بغينا لا كوب دافريك بغينا لا كوب القوس حيت حتى في لي ريزو سوسيو الناس ما كانتش كانت متشائمه بزاف قبل لا كوب دافريك تماما وتنظن انهم خصهم يكون سند خاصه الوقيته ديال لا كومبيتيسيون يمكن بعد لا كومبيتيسيون ما تسبش ما تعايرش لا ماشي حنا تنهضر على ماشي حنا كنهضر على الناس كاملين الناس الله يهديهم يقدروا يكريتيكيو ولكن بدون سب او قذف هذا هو وغالبا ما هادوك اللي تيسبوا اما عندهم غيره كبيره على الوطن ولا ما نخليوش العاطفه تغلب علينا تماما لان ورا هادوك اللاعبين راه حتى هما عندهم امهات واباء بحالنا لا وسيرتو هذا لا سيليكسيون ماشي ليكيب لا سيليكسيون سي الدرابو هذا ماشي سميتو وتبقى تتسب في اللاعب راه تتسب في الدرابو ديالك هاد اللعابه سون دي بروفيسيونيل اي واحد دخل تما غادي يقدم 100% ما نشكوش فيه خص لازم تشكرو وانت الا كريتيكي شي حاجه تكريتيكي تقنيه ان شاء الله نشوفوا دونك الدوزيام ميتون ونتلاقاو معكم من بعد ان شاء الله ان شاء الله عوده اذا للاستوديو الفار بعد ما سالت المقابله ديال المغرب ومصر بواحد لواحد يوسف كي جاك هاد تعذبنا شي شويه ياك من بعد الهدف الاول ترجعنا بزاف قدتو نقولوا الصفقه ديال المنتخب المصري لان في الشوط الثاني كتكون المدرب تيكون قرا ديجا البريمير ميت كيعطي تعليمات بدينا الدوزيام ميتون عشان رجعنا اللور بزاف البلوك تقريبا راه واصل حتى للكاري دي زويت هكا كنزيدو نعذبوا المهاجمين ديالنا كيوليو غير ديفونديو سي نورمال غادي واحد اللحظه راه اونكيس سي نورمال عبد الجليل في اضافه اللي قال انه حتى تسجل لنا الهدف ديال التعادل عاد خرجنا عاوتاني عاد رجع للوجه الحقيقي ديال المنتخب المغربي فمباراه اعصاب وعاوتاني كنا دائما كنبهوا على لي بالاريتيس عاوتاني بوت من كورنير ولو بلوك كله طلع وبقى الحدادي لانه ما تيتقنش الدفاع نورمالمون داك لا ليني مورس يكون اي رياكسيون مي كطلع الكره خص لا ديفونس كلها تطلع وصلاح بالذكاء ديالو والحنكه ديالو راه شايف اللي قدامه انه في لالين وكره مرتده من الحارس كتسجل لنا الهدف مع الاسف تعادلنا ولكن ان شاء الله نتمنوا خير في هذه الاشواط الاضافيه ان شاء الله الهدف ديال التعادل ديالهم كان موفي بلاسمون ديال الحدادي وكما قال لي في الكوليس حتى ديال الماركاج هنا كره بالاريتي لحظه قبل ما كتضرب ديجا عندي اللاعب ديالي شادو كره ضربات من بعد ضربات يعني ماشي تلعبات هذاك اللي جات عنده ديجا ضربها يعني ماشي تلعبات باش نقولوا خرجنا البان كلشي كيشوف في البان لحظه اللي ضربها بالراس صالح بوحدو شكون اللي كان معاه في الماركاج يعني خصك تعيب عليه ولكن سمح لي السي القناوي حيت منين ضرب بريمير بالون كلشي لو بلوكي يطلع صوف واحد الثقاله ديال سميتو لا رياكسيون ني با ديفونسور خصو يطلع ديريكتومون دائما بالون غوتري دائما كطلع حتى نشوف انا كتبقى بوحدو صلاح راه ذكيره قلت كيما قلت يشوف جليل تنقول حيت حدادي حيت وقلا بونو خلاه في بريمير بوطو وي نورمالمون في بريمير بوطو حيت البالون من تضرب قلت لك ماشي تلعبات ديجا الضربات جات ديريكت عند واحد في الراس فهمتي ماشي تلعبات ملاحظ هو كل شيء طالع ولا اخر بوحدو علاش هو السؤال لاحظتي اربعه اللعابه مشاو عند داك اللي ضرب لا حيت كطلع عنده لا رياكسيون ديالو مي كضرب لو بروميير بالون كل شيء طلع بقى ما حنا ما نحملوهاش لا ما يمكنش الحدادي ولكن الرياكسيون ديالو متاخره والذكاء ديال صلاح حيت تيشوف لالين كيشوف انه ماشي اون جور دونك هذاك ما طلعش بقى معاه جات البالون تما هذا هو اللاعب خصني نبقى معاه هذا هو اللي وقع تنظن دابا في هاد الشوطين الاضافيين اول خطره كنلعبوا شوطين اضافيين في هاد ليديسيون
تنتمنى ان الكونديسيون فيزيك ديال المغرب تكون احسن ديال المصريين لان شفناهم شويه كيتعبوا وما لعبوا بليزير. وما التغييرات اللي قام بها المدرب انه دخول مي والرحيمي وسميتو هذا غادي تعطي واحد لا فريشور. اوكي باقي خاص التغيير ديال الحتادي. انا جبريفير تنظن انه في في, في 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 خلال الاشواط غادي يقوم تغيير الحدادي ولكن الا طورنا حيت الحدادي حتى هو يجيد ضربات الجزاء حيت عنده بيل فراب غادي يبدا يفكر حتى اللعبه لا قدر الله وصلنا لي بينالتي خصك تلقى واحد حتى في الاخر ديال هذا الشوط الثاني شفتو تحرك شويه الحدادي كما قال لا بيزامي تو لي با مال حيت كيجاوب هو اصلا دايرو تما باش يجاوب شويه الحكيمي الحكيمي لا بوزوان ديال دي جون اللي يجاوبوه ولكن انه المصر شاد لو كولوار غوش ديال الحكيم انهم دارسين مزيان سيطروا على وسط الميدان من بعد تغيير ديال املاح حيت تغيير اضطراري حيت عنده انابيتيسمون دونك عاوتاني قبطنا المباراه والحين الحمد لله المباراه متكافئه ما بيننا وما بينهم وما ننساوش بانه مصر فريق كبير فريق كبير وعنده اكسبيريونس وعنده تجربه كبيره تفاعلوا خير ان شاء الله ونتمنوا عاوتاني في هذه الاشواط ان شاء الله دونك نشوفوا هاد الشوطين الاضافيين شنو غادي يعطيو نتمنوا ان المغرب يتحرك اكثر ويسجل شي سبب باش يدوز للدومي فينال ان شاء الله. عودة معكم أعزائي المشاهدين. يعني حسن نقول لكم الخيبة كبيرة سي فغي ديسيبسيون ولكن يمكن وصلنا للحقيقة ديال الفريق الوطني وديال يعني المدرب سي واحد اللي مشحال هادي وشحال ديال المغاربة كانوا تيقولوا عليه بزاف ديال الحوايج وما كانوش مقتنعين به اليوم يمكن وصلنا الاقتناع كامل بان سي واحد خطا بزاف في هاد لاكوب دافريك وبين على بزاف ديال الثغرات على عين سي الجليل احنا مازالين على الاعصاب كيف ما قلتي المدرب كيتحمل المسؤوليه ديال اي نتيجه سواء كانت انتصار او الهزيمه اليوم كل مره كيفاجئنا بتغييرات كل مره يعني بحال ما بقيناش كنفهموا كاع في الكره يعني بحال دابا دخول الحدادي لانه ما وجد فيزيك وما حنا ما تنقلوش بالقيمه ديال الحدادي عاود تغييرات اللي قام بها كتفاجئ بتغيير بوفال دخل الرحيم اللي ما لعبش كاع اوكن حتى دقيقه يعني يمكن شي فليكاليفتي لعبوا جوج دقائق ثلاثه دقائق يعني ما عرفش انا كيفاش كيفكر هذا المدرب وكيفاش ان شاء الله غادي نتسنتوا الندوه الصحفيه ديالو عادي يمكننا نزيدوا نتكلموا باش نفهموا حيت مازال ما فهمناه اللي اتضح هو انه الفريق المصري فريق قوي منظم حريفي واخا تمارك عليه لو بيت في الاول يعني نظم الصفوف ديالو وسيطر على المقابله تقريبا الى حدود الدقيقه 120 اول شيء انه ولا بدا نهنئوا الفريق المصري على الانتصار ديالو وهارد لا كما تنقولوا المنتخب المغربي لكن انا كنحمل المسؤوليه الكامله للمدرب لي يعني مش نقول لك خيب الظن ديال المغاربه وسيرتو في هاد الايامات الاخيره وبان فانه في اول مباراه قويه مع خصم قوي بانوا بزاف ديال العيوب الثغرات العيوب يوسف اش نقول لك واخا انك باقي مقلق يعني الفقصه بيان سور الفقصه راه منتخب توفرات لي كاع الظروف مدرب توفرات لي كاع الظروف حتى انا كاين فرق اوروبيه وما فرش لي الظروف موفره للمدرب انا المدرب ما فرحانش بيه شحال هادي لان اليومين هذا باقي ما عرفش الشيما تكتيك اللي كيلعب بها في الماتشات كل مره عنده حتى لعبنا دابا الماتش الخامس غادي تجي دير لاناليز كل ماتش وشيما تكتيك في شكل ترويزيام ماتش لعب واحد 4-4-2 ما جيناش فيها كنا لدرجه كنا غادي نخسروا مع الكابون تماما لان يعني شنو تنعيب منتخب عندنا تكنيك مو مزيان انا كنعرفوا شنو هو عنده فيديو انا ملي تنماركي البريمير بوت دقيقه الخامسه راه باقي فيزيك مو مزيان علاش نراجع اللور وبقينا على داك السيناريو حتى تمارك علينا البيت وعاد بغينا نفيقوا والفيقه ديالنا شنو هي هو لو جو ديريكت كنلعبوا لو جو ما بحال ما عندنا الميليو تيرا ما كاينش داك يلعب جو ديريكت كره كترجع الدوزيام بالون حنا ما جيناش فيه المصريين ربحونا في الدوزيام بالون كلاونا بمعنى الكلمه الميليو تيرا ديالهم كلانا في الدوزيام بالون بون فور اللي قلت لك كان عندنا حكيمي
عطانا الاضافه جبنا بينالتي بوان فورت ثاني هو بوفال. انا قتلت بوفال باش ملي كنرجع البلوك كيديفون ديك الشهر من القياس راه لا فريشور فيزيك ما كتبقاش عاد خلي الكلمه اللي كاينه تما في الكاميرا راه سي نورمال اللعابه ما غاديش يعطيونا. المهم اول شونجمون فريمون ما فهمتوش لان اشواط اضافيه لعبنا بعشوائيه عشوائيه بمعنى الكلمه والو كنساينو شي حاجه توقع مصريين كما قلت في حريفيه منتخب تيلعب بسميه منتخب سميتو ثقيله وعندو تجربه كبيره نفس لاحظتي ديما نفس السيناريو هذا تيعاود يرجعنا للماضي عاوتاني خصنا نمشيو نشاركو في واحد لاكوب دافريك اخرى وحنا عاوتاني تنفشلو لحد الان وهاد الفشل يمكن عينا منه وعيت منه الكره المغربيه رغم جميع الامكانيات اللي تحت الفريق الوطني والكره المغربيه باقي حنا كنبيداليو في الكوسكوس حيت ما كنعترفوش بلي انه كاين ديناسيون اللي احسن منا ولكن بعد كما تنقولوا الصحافه اللي كتكون تابعه لا للجامعه ولا تابعه لبزاف ديال الناس اللي كيزيدوا كما تيقولوا ينفخوا في الاسم ديال بعض اللاعبين وبعض المجموعات هذاك حديث اخر مي الحقيقه هي قدامنا انه فريق مصر قوي علينا وفي جميع فهمتي او بيوم يستركتوري هنا راه بلا الفرق بين مدرب ومدرب بين الفرق المشكله ما عندناش في الافكتيف المشكله في المدرب شنو طريقه اللعب ديالك بغينا نفهموها ما تفهمهاش بعد شوف لا سمحتي ليا لان المنتخب الوطني فوق الجميع هاد الحساسيه ديال انا لا لعاب لا ماشي ديسيبلين ملي تيكون شي مشكل ملي تيوقع شي مشكل وسط الدار كيبقى وسط الدار ما كنبارطاجيهش مع العموم باش نزيد ناكد على هذيك القضيه علاش انا السبعه حيت زياش ولا حيت المزراوي نضعنا بدو زليمون اللي هما اكسبسيونيل مزراوي زياش قدو يديروا لنا الفرق اليوم بحال دار صلاح هذيك بانت من الديكتاتوريه ديال المدرب لانه حتى واحد ما كيمقدني يديسكوتي كاع القرارات ديالو لا حتى واحد مدرب بانت وحتى التغيير اللي قام اليوم مفاجئ ديال بوفال لانه بوفال ما كانش مزيان في الشوط الاول ما كانش مزيان لكن كان يعطي فرصه باش يحتاجينا ليه هو الوحيد اللي كان تيقدر يديميني واحد ولا جوج ويدير لك لا كريسيون انا سمحتي ليا سي قريشي المدرب دير بحال الاب كنغضب من ولادي كنغضب منه قد نضربو قد وانما ماشي غادي نعي كارطي عليا كنبغيه لان في اخر المطاف راه داك الولد هو اللي غادي يصنع لي كارير ديالي انا يعني انا مدرب راه بسبب هذاك الولد انني ندير كارير زياش واش ما يديرلكش الفرق اللي انا شدنا ضد ولا مزال ولا سيما انها قضيه وطنيه ما سينا نقد نساد مزراوي كارير غوش لان الدري كوايرو تيعرف في اتاكي ما سينا خمسة الماتشات باقي ما شفتوش ديبوردا ولا طلع سونطرا خمسة الماتشات تماما دابا مشينا من ديسكاليفي من لا كوب دافريك سي ان فيت بقات لنا دابا لا كوب دي موند بقات لنا دابا شهر غادي نبداو داك الماتش الاقصائي مع باراج مع لا كوب مع كونغو الديمقراطيه واش في نظركم دابا حان الوقت باش نحيدوا المدرب ونجيبوا مدرب اخر ولا نخليوه يستمر بالاغلاط ديالو بالعيوب ديالو هو القرارات تحملها يعني لا فيدراسيون هما اللي انا تنظن تا فوزي القجع يعني باش نتكلموا عليه ديريكتومون بان ليا تا لا بيرسوناليتي قدام هاد لونترينور ما بانش انه جا دافع عليه كثير مع انه دافع على المغاربه يعني حتى هادو ما يلقاونا لا زياش بحال اللي قالوا سميتو ما رجعوش المشكل ديال زياش ولكن كان يمكن ليه يتحل عندك دي زادجوان عندك البريزيدون دو لا فيدراسيون كلهم كانوا يقدروا يحلوا هذا المشكل انه كان باين انه قاصد اللاعب ديريكتوم واش جالوزي حيت اللاعب كيبقى لاعب انت مدرب كبير وعندك تقريبا فوق 60 سنه ما غاديش تعرف كيفاش تجيري ان جون دو 25 اون اللي تبارك الله راه دار اون كارير اكسبسيونيل من هذا الاجاكس لهذا يمكن يكون عاجبو راسو يمكن نقولوا كاع داكشي اللي كتقول ولكن لو غول ديالك كنتظر كيفاش تجيري وانه اكيد انه ملي كيدخل للتيران كان تيعطي لو بلوس وكان بحال المباراه ديال اليوم كان يقدر يفك لينا بزاف ديال الحوايج كبار مثال على ان المدرب ما بيناش خدمته في التيران شفتي غير البالاريت الاخرى لان عندك 8 لعابه في الكاري 18
كنت فرد شخصي تكون انت عاطيني التعليم عشره بالحارس يعني انت حاكم واخا كون جاتو ضربها امبوسيبل دوز وسط 8 ديالنا و10 ديال الماسر واخا تكون شبكه فيها 20 متر لا لعب كل شيء شوف غير لا رياكسيون ديال بونو جا بونو هضر معاه يعني ضربها راه حنا كاملين طالعين في الاخر كانت تما فيها 5 دقائق سي سي كوفرون ديال عطينا لا شونس 50% 50% على عين واش كاين شي اضافه اخرى سعد الجليل لان ما بقى لنا ما نقولوا وداك الشيء اللي قلنا راه نستناو هاد لا كونفيرونس دو بريس ديال السي حالي اليوزيتش نعم والرجوع ان شاء الله دابا ما يمكنناش نبداو نهضروا حيت حتى دابا راه حنا على الاعصاب وباقي خصنا نعرفوا بزاف د الحوايج من الخطا انه تقدر تغير مدرب في هاد الوقيته اللي كيعرف هاد الجروب وعندنا باغاج مازال ان شاء الله انه حيت هو كيما سمعت انه في لو كونترا ديالو الهدف ديالو هو 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 كاس العالم تاهل كاس العالم انا ما فهمتش هاد لا فيدراسيون اللي نجيب انا لونترينور وانا لاعبين كوب دافريك على الاقل يكونوا دي جوج الاهداف هدف كوب دافريك اللي هو لو دومي فوالا هو لي دومي فينال على الاقل ولا كاليفيكاسيون لو مونديال هذا سميتو ملي واش كيتغطاو باش كيخبيو عليه واش يبروتيجيو ولا كوب دافريك راه اولويه مالو اولويه إلا ما خديتيش ان تروفي كونتينونتال صح تمشي للمونديال باش نجلسوا نشاركوا في المونديال نلعبوا في الويتيام فينال ولا من كاع ندوزو الويتيام فينال ولا من ندوزوش وبعد ليفيكتيف ليفيكتيف ديال مصر اغلبيه محليين محليين الاغلبيه محليين هذا هو المشكل راه محمد صالح والنني اللي زايدين تيلعبوا في الدوري الانجليزي اغلبيه محليين يوسف اخر كلمه تقول للجمهور شاش كل جمهور جمهور معك ما تقول لهم دابا راه حنا في هذه الحضارة انا دابا كنهضر كجمهور ما كنهضرش ك الطريقه ديال التحليل كنهضر بها كجمهور انا فريمون متعصبنا ديال بصال نورمالمون كنا حاطين امل كبير على دلاكوب دافريك كيفاش وجدوه كيفاش هضرنا عليه وكيفاش شنو تعطاه وديما ماشي اول مره ديما نفس الحوايج تيوقعوا ديما كنعطيوك بزاف منتخب في الاخر كتجينا شي صدمه دابا رجعنا لواحد العشرين عام عاوتاني للور خصنا عاود نبداو عاود نبنيو عاود كرة القدم المغربية من جديد مع من غنبنيوها واش مع هذا الرئيس واش مع هذا المدرب على عين المسؤولية كيتحملها الجامعة كيتحملها المدرب صحيح اللعابة داروا اللي عليهم وكنتمناو ان هذا الوضع ديال كرة القدم يتغير في المغرب جدريا او لا الثانيه ديال الجامعه انه ملي كتختار تقريبا 91% ديال الناس اللي كتلعب خاصه اللي لعبوا كاع اليوم لي 11 اللي كيلعبوا ولا لي شونجمون كلهم كيلعبوا على داير صافي دير انه بغيتي واحد النتيجه بسرعه ما كاينش الخدمه ما نهضروش على الخدمه في لي كلوب والخدمه في لي زاكاديمي والخدمه هذه ما كاينه لا خدمه لا والو كنحاولوا نعيطوا لهاد العناصر باش نغطيو بزاف ديال الحوايج يمكن هذا هو العامل انه كما تنقولوا بحال ربي كيفضح بعض المسؤولين اللي تنظن انهم دول المستوى تماما نقول الكلمه وكنتحمل المسؤوليه ديالها حيت حنا راه لعبنا الكره وفاهمين الكره ولكن راه ما كايناش خدمه ابار نمشي نعيط لذاك لي ميور زاليمون اللي كيلعبوا في لوروب خصنا نخدموا ونركزوا على البطوله المحليه حتى هاد اللعابه مساكن اللي كيلعبوا هنا في الشامبيون دائما انا كنتكلم عليهم ما عندهمش ذاك الهدف ما بقاش عندهم طموح لا ما بقاتش عندهم طموح بعدا منك كتجيب لعابه مع برا ما تورنوا في كاس العرب باش بوغ كالمي المسائل ما بقاتش لا موتيفاسيون كتلعبهم في الشان اللي سي ان كومبيتيسيون دو سكوند دوغري ما بقاتش موتيفاسيون كاع بالنسبه لهاد اللعابه ديال لي لوكو ديال المغرب على عين كنتمنى اخر كلمه كنتمنى ان الوزير الجديد ديال الرياضه سي بن موسى يشوف واحد النظره جديده ويكون واقعي مع راسو ويحاول باش يحل هاد المشاكل ديال كره القدم اللي سيطروا عليها بزاف ديال الدخلاء على عين اعزائي المشاركين المشاهدين كنتاسفوا لهاد الإقصاء ديال المغرب المبكر وكنعطيوكم إن شاء الله موعد قريبا باش نعاود نهضروا على هذا الإقصاء وعلى كرة المغربية من جديد ونشوفوا المشاكل ديالها من وجهة ليميسيون ديال الفار تنشكرك السي يوسف شكرا شرفتينا عبجيل تنشكرك شكرا جزيلا تنشكرك يوسف شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين باي باي يا تخي بينتو